السلام شباب، اليوم راح نتكلم عن جهاز 800. هو جهاز يعني عملي ويعتبر جهاز بروفيشنال. الآن في حالة أنك شغلت الجهاز، في عندك هاي هي الإيقاعات، عندك على اليسار واليمين، وفي عندك هون الأصوات. ممكن تشغل الإيقاعات والأصوات من الشاشة أو بتشغلهم من خلال هاي الأزرار للأصوات، وعلى اليسار الإيقاعات. الآن إذا بدنا نشغل الأصوات، عندك على البيانو بإمكانك تضغط، بيطلع عندك الصفحة الأولى، تختار طبعا جهاز يعتبر طربي شعبي قوي جدا بالأصوات الطربية والشعبية. بالنسبة للتشريق مهم جدا، عندك تشريق على الشاشة، شوف هون كوارتر تيون، جرب تضغط عليها بيطلع لك التشريق. إذا كان عندك بهذا الشكل أول ما تشغل الجهاز، بس تضغط هون على كوارتر تيون بيفتح معك التشريق وبتشرق زي ما بدك. على اكزيت تطلع من الشاشة، بتفوت على الشاشة الرئيسية. مثلا بدك انت الان زي ما حكينا ايقاعات، تختار انت ايقاعات من هون، تحكم بالاصوات. الاصوات الشعبية بتيجي تقريبا اخر ثلاث بنوك. لاحظ عندك الربابات، طبعا في عندك الأصوات الطربية، بتبلش من عندك من البيانو وبتسحب سترينجر. في هاي طبول، هاي في عندك الباور، مثلا إيقاعات جاهزة. عندك هون عندك شو نلاحظ عندك هون كيف الإيقاعات لما أختار هون تتغير. واحدة في عندك الشعبي، في عندك الطربي، في عندك الخليجي، في عندك يا سيدي كل شي بتحتاجه من إيقاعات. الأربعة أنا عندك هون على اليسار الإيقاعات من البنك، بتختار زي ما بدك، والأصوات على اليمين برضو عندك تختار الأصوات اللي بدك. في عندك التيمبو بالنسبة لسرعة الإيقاع، عندك من العجل هون، شوف لاحظ كيف بسرع معه. هذا بالنسبة للتيمبو. ترانسبوز عندك على اليمين، الأوكتاف رايت وليفت عندك برضه على اليمين،
في عندك الفايريشن مثلا اذا انت كل واحد من هذول بعطيك شكل من الايقاعات. هون الانترو، هون الميكسر اساس تتحكم بالاصوات. بشكل عام هاي هي فكرة الجهاز. كويك سيلكت هذا اساس بدل ما تكون على الشاشة الستاندر. شركة ميوزك جير او شركة الرئيسية للجهاز ميوزك جير عاملة كويك سيلكت بتحدد الايقاعات والاصوات بشكل مباشر. اكزت على اساس انك تطلع من الجهاز. في حالة انه كان عندك برامج وحبيت تنزلها بتروح بتعمل على ميديا، تضغط على ميديا وبتختار وين موجود عندك البرنامج، مثلا على USB او مثلا على الميموري كارد اذا كان عندك مثلا على الميموري كارد او على USB، بس بتختار وبتعمل عملية لود وبتعطي يس. اذا كان على USB بتشوف عندك البرنامج وين موجود وبتعمل عملية اختيار له وبتعمل لود، بعمل تنزيل لبرنامج. بالنسبة لهذا الجهاز ما في داعي انك تفرغ الرام، لانه ممكن اذا فرغت الرام تشيل برنامج الشركة الرئيسي وتضطر انك تنزل برنامج الشركة لميوزك جير داخل حالك مشاكل انت بغنى عنها. فهو انت لما تنزل البرنامج بس بتروح على ميدي وبتعمل عملية لود للبرنامج من USB بصير عندك الجهاز نظامي، لانه بلغي السامبلرات والاصوات والايقاعات بشكل مباشر. وهذا هو انت تضغط اكزيت بيطلع عندك الايقاعات والاصوات وبتشتغل زي. طبعا هذا الجهاز اللي باخده اللي بيحب الاسلوب الشعبي والطربي، يعني بالنسبه للجهاز اللي بده ياخده بده يكون حاط بعين الاعتبار شعبي طربي اكثر منه خليجي او عراقي. يعطيكم العافيه.